روحك من أخلاقك. لما حد يقولك إن عنده مشكلة ومضايقاه، ما تردش وتقول إن أنت كمان عندك نفس المشكلة أو أكتر منها. ده لا هيحلله المشكلة ولا هيخليه يحس إحساس أحسن، بل بالعكس هيتضايق. أفضل حاجة ممكن تعملها إنك تحس بمشاعره وتحترمها وتقدرها وتتعامل معاه بمحبة وتحاول تلاقي معاه حلول. ياريت كمان نبقى فاهمين إن حجم المشكلة بيختلف من شخص لشخص، زي بالظبط ما وزن إزازة المية مختلف في إيد واحد كبير عنه في إيد طفل صغير، مع إن هي نفس الإزازة. قدر مشكلة غيرك بقدر تحمله هو، مش تحملك أنت. روحك من أخلاقك. روحك من أخلاقك.